في طريق بلا الحبيلين والحبيلين ضلع بدأت تدب الحياة من جديد، والتي ظلت لسنوات تعاني الإقصاء والإيمال نتيجة السياسة التي انتهجها النظام السابق تجاه مديرية ردفان الأربع. الطريق الذي يبلغ طوله نحو 65 كيلومترا يعد من أهم الطرق الرئيسية، حيث يمثل شريان حياة وهمزة وصل بين عدة محافظات. ونحن أجينا في مشروع مهم جدا، المواطن محتاج له هذا المشروع وله أكثر من 4 أو 5 سنوات معثر. هو مشروع الطريق بلا الحبيلين الضالع قطبة. الأعمال الجارية حاليا هي متابعة صيانة وإعادة تأهيل طريق نوبة دكيم الحبيلين البالغ طوله نحو 36 كيلومترا، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى، في حين سيتم إعادة ترميم طريق الحبيلين إلى حبيل الريدة والبالغ طوله هو الآخر 27 كيلومترا، ليبقى أمام السلطة المحلية استكمال مشروع الدائري الحبيلين من مسافة تقدر بـ10 كيلومترات. طبعا نحن الآن سوف نكمل المرحلة الأولى اللي هي إعادة تأهيل وسفلة الطريق وصيانتها حتى الكيلو 10، حتى الكيلو 10 يعني من الطريق، وبعدها سوف نقوم بالعمل الدائري مشروع الحبيلين الدائري، وكذلك يعني الدائري في بله. بهذه المشاريع يلمس المواطن البسيط جدية وزارة الأشغال العامة والطرق في التخفيف من معاناة الناس في التنقل وتسهيل الصعوبات على المواطنين من خلال الاهتمام بهذه المشاريع. فهذا المشروع هو بداية، احنا نشي ندخل في مرحلة ثانية، نشي نخلص الطريق الدائري، نشي سايلة بلا المسار العلوي ننتهي منه. هذا الوضع الصعب واللي تحمله المواطن في مشقة الانتقال بين هذه المحافظات والطريق الرابط إن شاء الله سينتهي في القريب العاجل. 5 ملايين دولار تكلفة هذا المشروع، وهو بداية لمشاريع قادمة ستشهدها مديرية ردفان الأربع خلال المرحلة القادمة، بحسب تأكيدات المسؤولين هنا ومتابعة حثيثة من قبل المكاتب الخدمية والتنموية والتنفيذية في المحافظة. مختار شعتل لقناة بلقيس.